اهلا بكم يا شباب، بنبدا مع بعض يا شباب. نكمل يونت 1 في منهجنا، منهج اللغه الانجليزيه للمرحله الثانويه. معكم مستر ريمون مكرم. اهلا بكم يا شباب، بنكمل النهارده مع بعض درسنا The Past Continuous or The Past Progressive، الماضي المستمر. نكمل شرح للجرامر ده. بتقول اي فيرب بنستخدمه لازم نعرف الفورم، لازم نعرف اليوزج، لازم نعرف النيجاتيف، لازم نعرف الباسيف، وكمان لازم نعرف الكي ووردز او الادفيربس اوف frequently. الفورم بتاعنا النهارده بنستخدم هنا مع كل البروناونز اللي عندي I, you, we, they, plural, where، مع he, she, it بستخدم was، was where لازم نستخدم بعدهم ايه؟ الفيرب بلس ing. يبقى هنا تكوين الفعل الاساسي عندي بتكون من was او where والفيرب ing. طيب اكزامبل يا مستر بسرعه كده. I was watching the film او a film at 7 yesterday. ونركز هنا على at 7. لو قلت yesterday بس كنت اقول I watch it. يعني شرحنا ال past simple وقلنا ال past simple بتكون من ال ED. هنا ال ING بتقول دايما على الاستمرار، حدد زمن في ال past. طيب they were studying when the light went out. من خلال السنتنس اقدر اقول ايه اللي حصل؟ light عمل ايه؟ قطع. طيب واحد كان بيعمل ايه؟ studying، كان بيذاكر، يبقى حصل ايه؟ cut. حصل هنا cut for action was progressive or was in progressive in the past. طيب while he was sleeping the alarm rang. ايه اللي هيقظه من النوم؟ صوت المنبه. يبقى هنا was aware ing، واديتك examples، ومن خلال examples كمان اديتك احنا هنستخدمه ازاي. طيب يبقى في الكويشن بيتكون ازاي الباست بروجريسيف. هبدا بوز اوير، بعدها السبجكت، بعد كده الفيرب اي ان جي. طيب هقول مثلا was بشوي بلاينج، يبقى استخدمت هنا بص اول الجمله اهو was بشوي بلاينج when he fell down. هل بشوي وقع اثناء ما كان بيلعب؟ هنا بشوي سبجكت، جه قبله ووز، يبقى استخدمنا ووز في اول الجمله عشان نعمل كويشن. طيب هقول مثلا وات وير يو دوينج، وات وير يو دوينج. وات هنا بنسميها دبليو اتش، بعد كده ووز اوير هما الهيلبنج فيرب اللي عندي، ووز سبجكت، وبعد كده الفيرب اي ان جي. معلش المعلومات دي بسيطه لكن معلومات مهمه ومش كلنا مستوى واحد. بقول الحاجات بسرعه لان المفروض حاجات سهله. was aware اعمل نيجاتيف ليها ازاي؟ هزود نقطه. بعد كده فيرب الاي ان جي. هقول هنا he wasn't playing when he fell down.
He wasn't playing when he fell down. طيب الوزن بتاع الباست كونتينوس بنستخدمه action was in progress at a state time in the past. حدث كان مستمر في زمن محدد في الماضي. تمام؟ طيب هنا ممكن استخدم ايه؟ لما يكون الصيغه دي حدث كان مستمر وقت معين في الماضي اقدر استخدم وايل، وهنا وايل تساوي وين تساوي از. مع الاستخدام ده اقدر استخدم الثلاثه وايل وين واز بنفس المعنى. تمام؟ اقول مارفل ووز ستادي انجلش اول نايت يسترداي. يا مستر هنا اول نايت ده يعتبر وقت معين، يسترداي ده يعتبر باست او حاجه في الماضي يعني. يبقى طالما وقت معين في الماضي اقدر استخدم هنا وايل وين واز بنفس الصيغه. يعني اقدر اقول while Marvel was studying او when Marvel was studying او as Marvel was studying. تمام يا شباب؟ في الصيغه دي الثلاثه ايكوال. طيب نمبر 2 عندي هنا تو اكشنز، بس زي ايه اللي حصل بقى؟ التو اكشنز happening at the same time، حدثين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت. الصيغه دي while when واز هقدر استخدم عليهم past continuous، والحدث الثاني برضه past continuous. while he was reading I was watching، هو بيعمل reading انا كنت بتفرج على التلفزيون، مفيش حد عمل قط للثاني، محدش عطل الثاني، فاستخدمنا الاثنين ايه past continuous. past continuous يعني الاثنين في حاله استمرار لمن في وقت واحد. طيب هل في يوزنج اور استخدام تاني يا مستر؟ اليوزنج اللي بعد كده اكشن was in progress when another action interrupted. الجمله اللي فاتت قلنا الحدثين كانوا في نفس الوقت، لا هنا بقى في انترابت يعني تعطيل، في حدث قطع حدث. الحدث اللي خلي بالك هفرق بينهم ازاي بقى، الحدث اللي كان مستمر قطع حدث اخر، الحدث اللي قطع استخدمه في الباست. تمام؟ طب هفرق بينهم ازاي يا مستر؟ دايما يا شباب الباست كونتينوس بيكون لونج اكشن، يعني مده حدوثه طويله. الباست سيمبل بيكون شورت اكشن، يعني فتره حدوثه قليله. تمام؟ عايزك تركز كده في المعلومه دي. يا مستر هو لازم يعني تقول لي ان ده لونج اكشن وده شورت اكشن؟ اه لازم تبقى فاهم، ما تبقاش حافظ. فاهم ايه؟ فاهم ان كل ما يكون الحدث مده حدوثه فتره طويله يبقى اعرف ان ده حدث مستمر، لكن كل ما يكون الحدث لحظي او يعني خد فتره قصيره اعرف كده يا شباب ان ده ايه؟ فاست سيمبل. طب هعرف ازاي الكلام ده؟ هنشوف اكزامبلز. هيقول هنا واي واز و just as، يجي بعدهم على طول ال past continuous والجزء الثاني past simple. وين عكسهم بقى؟ وين استخدم بعدها ال past simple والجزء الثاني هو ال past ايه؟ continuous. يبقى في الحاله دي حدث مستمر past continuous، حدث past simple، while و as و just as دول equal معاهم ال past continuous. وين لا ال opposite منهم بقى؟ past simple past continuous. افهم اكتر مع المثال؟ اه يا مستر. اقول while I was reading I slept. نمت. اثناء ما كنت بعمل reading يبقى في حصل cut. طيب لو استخدمت when؟ عكسنا. when I slept I was reading. تمام؟ مع السهم اهو was reading بقيت الناحيه الثانيه. يبقى while. when عكس في حاله ايه؟ لما يكون عندي action interrupted another اكشن. طيب نكمل استخدامه. على فكره يا شباب while بتديني استخدام when. تمام؟ اقدر استخدمها بمعنى when، يعني اقدر استخدم ايه؟ يعني اقدر اقول يا when انت هيجي بعد في الباست كونتينوس
اقدر اقول كده. لكن في حاله اكشن انت ربطت انذر اكشن لا. تمام؟ فركز معايا شويه. وايل واز وجاست از وين اقدر استخدم بعدهم الباست بروجريسيف وباست ايه؟ سمبل. تمام؟ اكزامبل اقول بس ركز انا عايز اخلي التركيبه دي قدامك تحطها في دماغك كويس قوي. ان وايل هيجي بعدها اي ان جي. امتى يا مستر؟ في حاله عدم وجود الفعل. يعني نو سبجكت. نو سبجكت. اقول اكزامبل بس ركز على بعض. طب ديورنج اللي تشوز هيجي بعدها النون. والنون ده بيتكرر فين؟ نون يعني اسم مون مثلا ديورنج ذا فيلم ديورنج ذا ماتش او نون عباره عن تركيبه من البوسيسيف بروناون ضمير الملكيه يجي بعدين نون. يعني ديورنج اقول مثلا كده ماي سكسس ديورنج هيز تمام ووكينج مثلا يبقى هنا واي يجي بعدها الاي ان جي دايركت امتى؟ بعد وجود الفاعل مصاب. ديورنج بيجي بعدها النون. طب معناها ايه ديورنج ومعناها النون؟ معناها وايل وكريت سنتنس. طب اون بعدها فيرب اي ان جي. طيب معناها ايه اون في الحاله دي؟ هي وين بس معانا فاست سمبل. معايا يا شباب؟ وقف الفيديو بص على التركيبه دي لان انت دلوقتي همك الاول سؤال تشوز. سؤال تشوز ما عنديش انا ريرايت فهو ده اللي يركب التركيبه دي ازاي؟ Example. يا مستر هقول دلوقتي while I was walking on the street I met my friend. While I was walking اثناء ما كنت ماشي I met my friend حصل لي ايه؟ طب طيب نشيل I while walking while walking ركز كويس قوي على الجمل دي while walking انا هطلع من المشهد اهو وخلي تركيزك على السنتنس اقول كده while walking يا مستر ليه استخدمت while walking؟ لان اتحذفت اي اللي هو start كمان was لازم تكون معايا يبقى while walking on the street I met my friend بس عندي شرط هنا الطريقه دي يا شباب while walking ing لازم يكون السبجكت واحد نفس الفعل نفس الايه؟ هنا قلت ايه؟ I was walking, I met. يبقى هنا I the same subject. لو السبجكت اتغير ما اقدرش استخدم الاسلوب ده او الستايل ده. اوكي؟ طيب. During my walking on the street, I met my friend. During بعدها النون. النون قلت بطريقتين، ممكن يبقى ضمير ملكية my, his, her ويجي بعدها ايه؟ حاجة في I. طيب ممكن اقولها بطريقه ثانيه ممكن اقول كده during the film الفيلم هنا noun طب يعني ايه during the film while I watch هي نفس المعنى اثناء الفيلم while I was watching تمام طيب حاجه مهمه ثاني وقاصد ان هم يكونوا في سلايد واحد معاك when he arrived he found the door locked مين يشيل وين ويستخدم اون؟ برافو سامع ناس ردت وقالت اون arriving يا مستر اون arriving he found the door look يبقى وين ومعاها الباست سيمبل بتديني معنى اون وبعدها اي ان جي طيب تعال نشوف استخدامات وين وين مهمه جدا معانا هنستخدمها في الباست بيرفكت ودينا بنستخدمها في الباست كونتينوس وإن لها استخدامات كتير جدا. استخدام الأول نمبر 1 باست سيمبل باست سيمبل. إكزامبل when I returned on when I turned sorry when I turned on my mobile I called my friend. بمجرد ما فتحت الموبايل اتصلت بصديقي. باست سيمبل باست سيمبل استخدمها إمتى؟ حدثين لا يوجد فاصل زمني. No separation in time. Time. Past simple, past continuous. When he fell down, he was running. زي ما استخدمناها هنا fell down past simple. هنا was running past continuous. السقوط على الأرض عمل cut, عمل interrupt للحدث ده.
طيب ممكن اعكس الصيغه دي؟ ينفع مع when. When I was studying the mobile rang. اقدر استخدم على فكره when ويجي بعدها الباست continuous. طيب يبقى رابعه، اقدر استخدم باست سمبل وباست بيرفكت، بس هنا بنعمل ترتيب للاحداث يا شباب. الحدث الاول دايما اللي هو الباست بيرفكت، الحدث الاقدم. الباست سمبل اللي هو الحدث الثاني اللي هو بنسميه الحدث الاحدث. طيب example when I reached the station the train had left. sentence دي طبعا معتاد انت دايما عليها من ايام اعدادي كمان بتاخدها، وهنكررها دلوقتي مهمه جدا معانا. when I reached past simple the train had left past perfect. يعني ايه يا مستر الجمله دي؟ ال had left الحدث الاقدم، يبقى القطر غادر المحطه قبل انا ما اصل. يبقى when I reached انا وصلت بعد مغادره القطار. طيب نركز كمان مع when. when مش هتبقى حاله واحده يا شباب. هقدر استخدم الباست بيرفكت بعدها دايركت، بعد كده يجيني الباست سامبل. شوف قد ايه، هعكس الجمله اللي فاتت. when the train left I had reached. had reached هي اللي اصبحت باست بيرفكت، يعني هي الحدث الاول، يعني انا كده وصلت قبل القطر ما يمشي، يبقى انا كده لحقت القطر. يبقى when the train left I had reached the station means I could get into the train. I caught the train. قدرت الحق ايه؟ القطر. طيب نمبر 6 حاله ثابته كمان ومهمه جدا. احنا متعودين وين مع الباست. لا انا هستخدمها مع البريزنت. بريزنت سمبل يوجوال سمبل. طيب فين الكلام ده؟ when he finishes his work he will leave. طب ممكن نشيل when. if he finishes his work he will leave. ممكن كمان اشيل will. اشيل when وانزل كمان after he finishes his work he will leave. before as soon as until كل الحاجات دي. يا مستر اقدر استخدم معاها البريزنت سمبل والجزء الثاني فيوتشر. مهم جدا في تشوز when وافتر فور واز سون از وانتل، كل ده يديني معنى اف بعدها بريزنت سمبل فيوتشر سمبل، وهنكررهم تاني مع الباست بيرفكت. معايا يا شباب؟ انا مش عايز الناس تقول لي كل دي حالات لوين. وين ترجم الجمله في دماغك هتلاقي الموضوع سهل جدا بجد. الجرامر ما هو الا ترجمه، ما هو الا فهم للكلمات او الجمله اللي انت بتقولها. تمام. طيب نشوف بعد كده جمله كمان. باست كونتينوس باست كونتينوس، الحدثين مستمرين في ذات التوقيت. لما اقول when I was studying mom was cooking، في حاجات زي كده بنسميها انفورمال، يعني مش معتادين قوي في الامتحان عليها، لكن في السبيكينج انا اقدر اقول كده. اوكي، في السبيكينج غير الجرامر اللي هو الاكزام. طيب يا مستر نون اكشن فيربس، يعني ايه نون اكشن فيربس؟ هل كل الفيربس، هل كل الافعال اقدر استخدمها اي ان جي؟ لا، الافعال اللي هنقول عليها دلوقتي لا تستخدم في صيغه الاستمرار. تمام تمام يا شباب، يا شباب تستخدم في الماضي البسيط بدل الماضي المستمر. ايه هي بقى الافعال دي؟ ايه الافعال اللي بنستخدمها في الباست سمبل بس مش في الكونتينوس؟ فيرب تو بي، فيرب تو بي ام او از او ار ووز او وير، ما اقدرش ازود لهم اي ان جي، يعني ما فيش حاجه اسمها هي ووزن او هي ووز بيينج. اقدر استخدم الحاجه دي في الباست سمبل. انا هجيب لك الفيربس على بعضها بعد كده نقول اكزامبلز. عندي السنسز افعال الحواس، عندي كمان زي لوك وساوند وابير، عندنا سي
hear, smell, feel, كل اللي بنسميها senses, verbs, افعال حواس. عندنا حاجه اسمها mental activity, يعني تفكير خاص بالفكر بتاعك, think, imagine, remember, believe, suppose, know, forget, guess, understand. نمسك كل دفعات كتير على فكرة. امسك دماغك كده وطلع منها الفيرب. see, smell, hear. اوكي طيب خش على دماغك بقى تعمل ايه بمخك بقى؟ think وبتعمل remember وبتعمل forget وبتعمل ايه كمان؟ guess suppose no حاجة مهمة جدا بتعملها في دماغك دي understand. يبقى الفيربس الخاص بدماغك تمام والفيربس الخاص بالسينسز نزود عليهم فيرب تو بي بستخدمهم في صيغة ايه؟ الباست سيمبل الماضي البسيط ما اقدرش استخدمهم في حالة الاستمرار يعني ما ينفعش ازود عليهم اي ان بس خلي بالك انا هنزودهم في حالة تمام هنثبتها معاك ايه؟ في حاجة كمان حاجة اسمها الكوميونيكيشن فيربس افعال التواصل افعال التواصل زي اجري وزكري ادمت يعني اعترف اوكي ديناي بروميس سربرايز في كمان الايموشن فيربس الافعال اللي بتدل على العاطفة لاف لايك لايك هيت وون نيد ديزاير ريبير كل الفيربس دي ما اقدرش استخدمها مع الاي ان جي كمان البوزيشنز او الملكيه زي عندنا هنا possess, own, have got, belong to كل الفيربز دي ما ينفعش ازود لها اي ان جي other verbs زي cost, include, owe خلي بالك هنا cost في معنى يكلف include يعني يشمل او يتضمن owe to يدين لي involve يتضمن intend ينوي وكمان عندنا الverb remain الفيربز دي ما اقدرش ازود لها اي ان جي طيب هنا have ما اقدرش ازود لها اي ان جي belong to مستر على فكره انا اقدر ازود لها اي ان جي طب ركز معايا اقول لك بس بعد ما شوف الاكزامبلز دي وركز فيها لو قلت يا شباب he was busy at 7 yesterday he was طب يا مستر انت قلت at 7 حددت التايم yesterday في زمن past ليه ما قلناش بقى ايه؟ he was being busy at 7 yesterday he was being هنا اكس هي لا verb to be ما اقدرش استخدمه في صيغه الاستمرار ما ينفعش استخدمه مع الباست ايه؟ continuous طيب choose she seemed ill when I visited her الفيرب سيم ما ينفعش استخدمه اي ان جي she was seeming ill when I visited her تمام يبقى هنا seemed استخدمتها past simple ما استخدمتهاش اي ان جي طيب in the past they thought the earth was round في الماضي كانوا بيعتقدوا ان الكرة الارضية يقولوا عليها ان هي مدورة round لكن احنا بنقول ان هي ايه كرة like a pole not like a circle هل كان ينفع كده؟ In the past they were thinking طبعا خطأ الصح بتاعها ايه؟ بدل were thinking thought example I had many toys when I was young شباب يعني هاد I had many toys انا املك كان ينفع اقولها كده؟ I was having many toys when I was young. يا مستر انت لسه قايل لنا ان have ما ينفعش ازود عليها اي ان جي. فعلا بس هنا معناها ايه؟ يملك يعني الملكيه مع have ما ينفعش ازود اي ان جي. طيب قد تكون نفس الافعال اللي انا استخدمتها دي مؤقته لكن لها معنى تاني. يبقى الفيربس اللي انا قلت عليها دلوقتي سي مثلا وهاف ما اقدرش ازود لهم اي ان جي بس بالمعنى هاب معناها يعني لكن المعنى ممكن يتغير اقدر استخدم الاستمرار
He was seeing زي the doctor yesterday at civil yesterday. مستر انت هتحيرنا ليه؟ انت لسه قايل لي سي يا مستر ما ينفعش استخدم اي ان جي، بس انا قلت هنا he was seeing. هل هو معناه يرى الدكتور هنا؟ He was seeing the doctor at seven yesterday. يعني كاني بقول يا شباب he was visiting، كان بيزور الدكتور. تمام؟ يبقى هنا المعنى اتغير، هستخدم الاستمرار. هنا سي بقى تديني معنى visit او تديني معنى go. اقدر اقول هنا he was going to the doctor. He was visiting the doctor. هنا مش معناها يرى. عشان كده استخدمتها I N G. كمان he was thinking about his future. يا شباب انت لسه قايل يا مستر دلوقتي thinking، لا ما تقولهاش I N G. طيب لما اقول think معنى يعتقد. I think English is easy. ما ينفعش اقول I am thinking English is easy. هنا think يعتقد no I N G. لكن think معنى يفكر. He was thinking، كان يفكر. اقدر استخدمها في الاستمرار. طيب ريمون was having dinner when I came. ريمون was having، هل معناه كان يملك الطعام؟ يملك العشاء؟ لا، having معناه eat. يبقى هنا المعنى بتاع have اتغير، استخدمت I N G يعني في الاستمرار. هنا بتيجي معنى تناول الايه؟ الطعام. الباسيف فورم ده الشغل الاخير او الحاجه الاخيره اللي عايزين نعرفها في الباست كونتينوس. بستخدم ازاي الصيغه بتاعته؟ اقول الجمله في الاكتف في الاول زي مثلا كده they were playing football. جمله عاديه في صيغه الاكتف او الباست كونتينوس. استخدمها ازاي باسيف؟ ركز بقى في الباسيف. في الباسيف بستخدم was aware being بعد كده الباست بارتيسيبل. يبقى قبل ما استخدم الباست بارتيسيبل لازم يكون عندي being. اي باسيف يا شباب عباره عن verb to be and past participle الفورم نمبر 3. بس هنا مع الاستمرار نزلنا being في النص. يبقى هنا زي were playing football هنحولها باسيف ازاي يا مستر؟ هنبدا بالاوبجكت اللي هو football. was being played. كرة القدم اتلعبت. ممكن اكمل الجملة اقول by ايه؟ by them. تمام؟ طيب لو قلت في السؤال question احول ازاي؟ انا طبعا في question ببدا ب WH was aware بعد كده subject being والpast participle. اديني example يا مستر. when was football being played؟ ما ننساش being في السنتنس عشان هنا انا بستخدم اي ان جي، بستخدم being مع الاستمرار. When was football being played؟ football was being played. يبقى هنا صيغة الباسيف was aware being the past participle. شوية اكسرسايز زي ما متفقين مع بعض يا شباب ان احنا ما ينفعش نعمل reading او نعمل studying الانجليش without exercise. وكنت متفق معاكم اني اعمل choose، لازم اعمل reading في الاول لل choose اللي عندي قبل السؤال نفسه. تعرف ده على الجرامر ولا على الفوكابلري، وكمان تقدر تحدد المعنى مع الجمله. المعنى مناسب مع الجمله يبقى انت اخترت صح، المعنى غير مناسب يبقى انت اخترت غلط. يبقى ترجمه الجمله مهم جدا. Number one، مش هضيع وقتكم. I borrowed my brother's watch while mine. بيلتري هنا سوري. طيب الجمله دي زي ما قلت لك انت هتبدا تاخد الحصه، هتبدا تاخد الدرس وتذاكره كويس، تحل امتحانات سابقه من اول يوم. الجمله دي جت في 94. هل هنختار ايه؟ I borrowed my brother's watch while mine sat تحت كانت بتتصلح. فين الكلام ده؟ ها؟ سامع الناس جوه. was being repaired. was while بيجي بعدها الباست كونتينوس، بس هنا mine يقصد الساعه غير عاقل، يبقى الجمله باسيف. was being repaired. number I spaced a book when my friend arrived. الجمله دي موجوده في student book عندك.
I'm reading, you're reading, reading, read. صديقي لما وصل كنت بعمل reading يبقى هنا I was reading when my friend arrived. Number three, Noah phoned me while dinner. تقريبا number three هي number one. Was cooking, cooked, was being cooked, cooked. يا شباب was being cooked. طبعا number C. قلنا كمان أحمد's car was hit by a driver who speeds at a mad speed. العربية اتخبطت والسواق كان بيسوق بسرعة جنونية. الجملة دي في 2016 جت في زمايلك فهنا هنقول إيه؟ ها؟ حد عنده إجابة؟ طبعا أحمد's car was hit by a driver who was driving. Who was driving. كان بيسوق ده حدث كان مستمر. الخطة hit هنا عملت cut. فهنا past continuous و past simple طبعا letter A. By car is based dinner. Car is based dinner at noon yesterday. آه. حد عنده فكرة من غير ما أقول الاختيارات استخدم هنا ايه؟ باست سمبل ولا باست كونتينوس؟ برافو عليك يا شباب، برافو عليك يا ابو الشباب. ات نون يا مستر وقت محدد ويستر داي باست، يبقى دايركت هستخدم ايه؟ حاجه فيها اي ان جي يعني هستخدم was eating. تمام. نمبر 6 On speech the good news احمد found his parents 16 اتفقنا ان بعد اون بستخدم ايه؟ I and G يبقى هستخدم ايه؟ letter A on hearing. انا عايزك كمان توقف الفيديو تكتم الصوت خالص حلهم مع نفسك وشوف اجابتك اعمل تشيك للاجابه معايا وبتمنى ان احنا نكون استفدنا مع بعض النهارده بس عايزك تدخل على القناه تعمل سبسكرايب تعمل لايك تعمل شير عشان توصل الفيديو لزمايلك حبايبك ويبقى عندك سبسكرايب تلاقي الفيديو الجديد يديلك اشعار اعرفك بسرعه كده ان احنا عندنا حلقه جديده. كان معكم مستر ريمون مكرم من ان شاء الله القناه بتاعتنا هنقدر نتابع المنهج هنقدر نكمل مع بعض يا شباب يبقى في تواصل في الكومنت يبقى في تواصل على الفيسبوك يبقى في تواصل كمان على الواتساب لو عندك اي سؤال اي استفسار بشكركم جدا وبتمنى لكم التوفيق واقول لكم practice makes you perfect.